يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الناس اللي ضدك دول مش سهلين، ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ كنا عاوزين نتكلم معاك كلمتين يا شيخ محمود. اخوانا انا قلت اللي عندي. الحقيقه انهم بيكرهونا. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم. الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا آن. ما تولعش الدنيا. اذا كنت انا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي فماله حرام ورزقه ايضا حرام. انا من اول مرة شفتك فيها عارف انت مين وجاي هنا ليه. أنا لو سبت يا بلدي أموت. ولو قعدنا فيها حنموت يا بولس. أشيلك للأمانة حرص منك. ده القباط هيقلبوا. تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم. قعدت قد إيه في أفغانستان يا حسن يا عطار؟ أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الظابط. نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة متحبين متأخين متجاورين مسيحيين ومسلمين. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ الظاهر إن قدرنا واحد.